هلا نحن هون بالنقطة الطبية، أخي احكي لنا شو قدم لكم المجلس المحلي بلدة دار كبيرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نحن بالنقطة الطبية بدار كبيرة، هلا المجلس الجديد بعد ما تشكل، يعني هو المجلس الوحيد اللي قدر انه يأمن لنا شيء او نقدر نتواصل معه او نقدر نعرف شيء عن المجال الطبي. نشكر رئيس المجلس الجديد لانه هو بمساعي هو اللي وصلنا لهي النقطة ان شاء الله. طيب اليوم قد ايه التاريخ اليوم؟ 15/1 2014، مشان ما حدا يقول انه والله اي مجلس واي مجلس، لانه في حمله ضد المجلس وراح توصل ان شاء الله.